مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة ومشاهدي متابعي قناة الأهلي في كل مكان. امبارح الأهلي طبعا بروح الفانيلا الحمراء وعزيمة اللاعبين بيفوز على NB2-1، وده طبعا كان في الوقت الإضافي والدقيقة الأخيرة. طبعا هو ده الأهلي، بسم الله ما شاء الله، دائما في تقدم وفي نجاح، وألف ألف مبروك، مزيد من الانتصارات بإذن الله للنادي الأهلي في الفترة المقبلة. كمان كل التوفيق للنادي الأهلي في بطولة أفريقيا لكرة الطايرة سيدات، وإن شاء الله الأهلي يفوز باللقب. النهاردة هنشوف مهارات جديدة، هنعمل مع بعض وصفات إن شاء الله يا رب تنول إعجاب حضراتكم، محببة عند ناس كتير، وهنتكلم مع بعض عن تفاصيل بتاعتها. كل واحد ليه أكيد طريقته في إنه يحقق الوصفة دي إزاي، لكن أكيد في مكونات رئيسية وأساسية بتجمع الوصفة دي أكيد بنعتمد عليها. في ناس قد تحب جزء من الوصفة دي كمكونات، وفي ناس ممكن تحط بدائل أخرى تناسبها وتناسب اقتصادياتها أو تناسب اللي هي بتحبه أو ما بتحبوش. النهاردة هنعمل المقلوبة. المقلوبة من الأكلات الجميلة جدا، يعني بنستمتع بيها قوي، وأهل فلسطين مشهورين بيها جدا، وأهل الأردن، وهي أساسها من فلسطين طبعا. المقلوبة الفلسطينية يعني من الأكلات الجميلة، وأكيد ليها أصل وليها قصة جميلة جدا هنشارك حضراتكم فيها أكيد، لكن اسمحوا لنا الأول نقول المقادير ونحكي عنها وإحنا شغالين مع بعض. عندي لمقادير المقلوبة طبعا أكيد هستخدم لحم، هو يفضل اللحم اللي بيستخدموه يكون لحم ضأن، لكن مش بالضرورة، إذا مش متوفر عند حضراتكم هنستخدم اللحم القطعة اللي تناسب حضراتكم واللي متوفر موجود فيها. عندي كمان ثلاث بصلات متقطعين شرايح، انا مقرمشاهم زي البصل بتاع الكشري كده، ومعمولين في الفرن، حاجه خفيفه جدا، احنا عايزين نعملها بطريقه صحيه، مش عايزين نقلي ومش عايزين نعمل يعني ايه قلي من الزيوت كتير. عندي كرفس شرايح، كرات، وعندي جزر مكعبات، ورق لورا، حبهان، عودين من القرفه، كبابه صيني، ملح وفلفل. ده عشان اسلق فيه اللحمه، هعمل بوكي جارنيه وفي شويه خضروات استفيد منها كطعم، ادي تيست حلو للشوربه، لان انا المرق ده اكيد هسقي منه الرز ان شاء الله. طيب عمل بقى الباذنجان نفسه او الباذنجان ده نفسه، عندي باذنجان رومي، انا الحقيقه هشويه، انا هشوي المكونات بتاعتي النهارده على الجريل او في الفرن زي ما حضراتكم تحبوا، لانها عايزاها تبقى صحيه اكتر ونستفيد بالقيمه الغذائيه الموجوده فيها، لانه الباذنجان وانس انه اتقلى راحت كل الفوائد اللي موجوده في الباذنجان. طيب عندي جزر متقطع شرايح، وعندي بطاطس، عندي رز بسمتي ذهبي، طبعا هي بتتعمل بالرز مصري لكن انا هعملها بقى صحيه الى حد كبير، عندي زيت زيتون، معلقه صغيره من القرفه، بهار حلو او مكانه كباب الصيني زي ما اتفقنا، عندي لوز محمص حسب الرغبه لو حابين، عندي طبعا مرق اللحم اللي احنا هنسلقها مع بعض، وهنتكلم عن الوصفه باستفاضه دلوقتي. اول حاجه نقول بسم الله. طبعا المقلوبه دي من الوصفات المشهوره زي ما اتفقنا، وما كانش اسمها المقلوبه، كان اسمها ايه؟ كان اسمها الباذنجانيه. كانت بتسمى هناك الباذنجانيه في فلسطين، والى ان جي طبعا في فلسطين، الاردن، لبنان معروفه بالباذنجانيه، لكن جي يوم فتح مدينه القدس طبعا القائد صلاح الدين الايوبي ودخوله وجنود المدينه احتفالا بالنصر، فقام اهل مدينه القدس بتقديم الاكله دي احتفالا بيه لصلاح الدين وجنوده، فطبعا عجبته جدا وقال لهم اسم الاكله المقلوبه دي. المقلوبه دي لان هم بيقلبوها من الحله نفسها بيقلبوها، فمن هنا جت تسميتها المقلوبة، فهم أطلقوا عليها بعد كده، بعد ما أطلق عليها صلاح الدين الأيوبي إنها المقلوبة، فما بقتش الباذنجانية. طيب تعالوا بقى إيه نقول بسم الله. أنا دلوقتي إيه ببدأ أجهز كده، هوري حضراتكم أنا شويت الخضار ده بطريقة بسيطة جدا. طبعا إذا الباذنجان نفسه يعني طازة زي ما إحنا جايبينه كده ولامع زي ما حضراتكم شايفينه، طبعا غسلناه ونشفناه وبرضه هنشفه مرة كمان كده، هنقطع الأجزاء اللي فوق واللي تحت ونبدأ نشتغل إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كده وهنا عشان تبقى ليها قاعدة كده. هرمي بقى دول. وهنبدأ، أنا عايزة أعمله شرايح بالطول. أنا برضو عايزة أديله شكل كده في القالب جميل، ممكن ما تبقاش بتخانة كبيرة يعني. كده. وهنبدأ نشوحها مع بعض. عايزين تدوله رشة ملح بسيطة، ماشي، طبعا الباذنجان قبل ما نستخدمه على طول عشان ما يسودش لأنه نسبة الحديد فيه كمان عالية جدا.
هنتكلم عن فوائد كل حاجة. ادي كده البتنجان، انا هنا مسخنه الجريل قوي، هاخد رشه كده من زيت الزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم، وهستنى بس. طبعا مش عايزه احط الزيت على البان تكون سخنه قوي، عشان زيت الزيتون برضو ليه درجه حراره معينه زيه زي اي زيت، ليه درجه حراره ما ينفعش نحرقه، ولازم استخدم زيت الزيتون اللي يكون مناسب لاني استخدمه على الحار. يعني زيت الزيتون البكر الممتاز ما بيستخدمش على حراره، بيستخدم في السلطات والحاجات البارده. زيت الزيتون البكر برضو على الحاجات البارده نادرا ما بنستخدمه في حاجه سخنه. بعد كده زيت الزيتون هو اللي ممكن نستخدمه، بيبقى فيه انواع ولازم تقروا تعرف نوع زيت الزيتون احنا بنشتريه من السوبر ماركت يكون ده مخصص لايه، عشان ده مهم جدا. طيب هبدا كده اخد هنا بقى، انا برش رشه كده هرمي دي. طبعا انا بحب الحقيقه اسيب القشر كده، ممكن اخد رشه كده على اساس ان انا اساعد ينزل شويه من السوائل بتاعته، وبعدين لما تنزل اشطفه وانشفه بمناديل مطبخ، مفيش مشكله خالص. بس انا طبعا بما اني حشويه فانا هنشف السوائل اللي جواه. ماشي، بسم الله. ومعانا تليفون، معانا فيفيان، اهلا وسهلا استاذه فيفيان. اهلا بيك يا فندم. شيف عظيمه، اهلا وسهلا، تسلمي لي، منور شيف عظيمه حبيبتي، منور بوجودك وباتصالاتك. ربي يخليكي، انا عايزه اهنيك. اتفضلي حبيبتي. تسلمي. عايزه اهني الكابتن الخطيب بفوز الاهلي، ودايما في تقدم على طول. امين يا حضرتك والنادي الاهلي على طول. امين حبيبتي، اسلمي لي ويسلم ذوقك. تسلمي لي يا رب. شكرا لي. شكرا ليكي يا استاذه فيفيان، نورتينا وشرفتينا حبيبتي. شكرا ليكي يعني مباركتك الجميله، ودايما كده في تالق دايما كل الاهلاويه وللنادي الاهلي، وطبعا كابتن بيب وكابتن محمود الخطيب تحيه لحضرتك. وبنشكركم جدا كل اللاعبين وكل القائمين على انه النجاحات وان انتوا واجهه مشرفه لينا ولبلدنا اكيد كمان بره مصر. شكرا ليكم. بصوا بقى هبدا كده ياخد بس كده لون. عندي كمان البطاطس قطعتها بالطول زي ما حضراتكم شايفينها كده، حاجه من الاثنين، عايزين تدوها تنزل في ميه سخنه يا دوب يعني كده تاخد غلوه، ميه بتغلي نقطه كده فيها رشه ملح، وبعدين اطلعها هتبقى بس فيها شويه طراوه كده زي ما حضراتكم شايفين، وبديها تشويحه برضو على الجريل او في الفرن زي ما حضراتكم تحبوا. انا شايفه ان ده يعني من الحاجات اللطيفه ان احنا نشوي الخضار. بصوا الجزر انا كمان عملته بشكل طولي، نديله بقى رشه خفيفه من الملح والفلفل كده نطعم الايه الخضروات نفسها، يبقى ليها تيست وطعم حلو. وطبعا هنا انا هوري حضراتكم احنا هنسلق بقى اللحم بتاعنا. طيب انا هرفع دي وهحط هنا عندي الميه هنا عشان ابدا اعمل سلق اللحم او البوكي جرني اللي انا هستخدمه في سلق اللحم. عندي هنا بصله متقطعه 4 ارباع. بسم الله. معانا ام اسلام، وعندي كرات. يا صباح الفل. يا صباح الهنا. مني انا. صباح الجمال. صباح الفل عليكي حبيبه قلبي. حبيبه قلبي، عامله ايه يا حبيبتي؟ العاملين مقلوبه النهارده. انا مستنياها. يلا خلاص واحنا جايين. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. تسلمي روح قلبي، تسلمي ويسلم ذوقك. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ودايما منوره مكانك كده. الله يسعدك، منور بيك وبتشجيعك وصدقيني. تسلم ايدك على كل حاجه، وعايزه ابارك للنادي الاهلي حبيبتي. اقول لهم الف مليون مبروك يا رب كده دايما من تقدم لتقدم. امين يا رب العالمين. حبيبه قلبي والله حبيبتي. تسلم ايدك على كل حاجه والله. تسلمي يا روحي والله. ربنا يبارك لك يا حبيبتي، منوره الدنيا كلها. يا روح قلبي منور بوجودكم وبتشجيعكم، دي احلى حاجه في الحياه. حبيبه قلبي، حبيبتي والله، وسلامي لكل كرور برنامج يوصل، وكلهم بيبعتوا لك تحيات. ونشكرك لمتابعتك ولسماع صوتك يا حبيبه عمري، في حفظ الله يا حبيبه قلبي. رشه ملح تاني على الناحيه التانيه، ورشه فلفل خفيفه. انا حطيت هنا، حطينا عود قرفه، حطينا ورق لورا، كام واحده من الحبهان، الكرفس، كرات، وبصلايه،
وجزرايه، يعني الايه الحاجات الحبوب اللي انا حطيتها دي، دي الكبابه الصيني بتبقى ده شكلها عشان حضراتكم تبقوا عارفينها. نستخدمها في ريحه الكحك، وبتستخدم مكان البهارات اللي بتبقى مثلا البهار الحلو ده دايما يعني قليل شويه، بس تدي نكهه قويه قوي. تستخدموها في توابل اللحوم والفراخ لما بتدخل في التتبيلات بتبقى رائعه، هتديكوا طعم رائع. في الكبيبه كمان لما بنحطها كبهارات مع الكبيبه بتبقى رائعه. فدي الكبابه الصيني تقدروا تطحنوها وتستفيدوا منها. انا هنا ممكن ازود شويه ميه سخنه عشان ازود بس المرق بتاعي، اول ما يبدا يغلي طبعا هدي رشه فلفل ويعني ذره ملح، انا مش عايزه املح المرق دلوقتي، هملح بعد ما اللحمه تستوي عشان تساعد معايا، ورشه كده فلفل. واللحم بقى اول ما يغلي المرق ده او الميه دي هبدا انزل اللحمه بتاعتي. طيب انا هنا سايبه البتنجان ياخد وقته، بصوا يتشرب زيت الزيتون، الميزه انه يعني يبقى ليه طعم حلو. وممكن نعمل ده في الفرن لو انتوا حابين، هتمسحه بفرشه من الناحيتين على ورق زبده، وتحط رشه برده من البهارات لو حابين، رشه بهارات ورشه فلفل، وبعدين نحطه في الفرن ونشغل الشوايه والفرن، وبعدين يبدا ياخد الوش الاولاني، هنطلعه نقلب البتنجان تاني مره تانية وناخد الوش التاني. ودي برده تسويه اخرى في الفرن اذا حضراتكم ما عندكوش وقت تعملوا كل الكميه على الجريل. نيجي بقى هنا، بسم الله شوح كده تشويحة حلوة. هسيبهم، هسيبه لحد ما ياخد يبقى خفيف كده. ومعانا نهلة، أهلا وسهلا أستاذة نهلة. أهلا بيك يا عظيمة يا قمر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا قمر. أهلا وسهلا بيك يا حبيبة قلبي. ألو. أيوة سامعاك يا حبيبتي، اتفضلي. حضرتك سامعاني؟ سامعاكي يا روح قلبي. الله يخليك يا روحي، انا بموت فيك يا عزيزي. يا رب سعيدك يا روح قلبي. بموت فيكي. يا رب سعيد قلبك. تسلميلي. تسلميلي يا قمر، ببارك للاهلي ومجلس الاداره، وربنا يا رب دايما يوفقهم. امين يا رب. وان شاء الله النهائي اهلاوي 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 يا رب. اهلاويه ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي، دعواتكم الحلوه والله. وبموت فيكي يا عزيزي. يا رب سعيدك يا رب سعيدك، مليون بوسه ليكي. ان شاء الله حبيبه قلبي. ممكن اسالك سؤال؟ اموري. تسلميلي يا قمر. ممكن اسالك؟ اتفضلي حبيبتي سامعاكي. أنا معاكي. رحتي فين؟ طيب حاولي تكلمينا تاني. طيب بصوا شوح كده تشويحة، هسيبها برضو لحد ما ياخد الدرجة الحلوة دي ويبقى البتنجان طري معايا. هنا ممكن كده بفرشة همسح مسحة تانية من زيت الزيتون. بصوا بقى المرق أول ما هيبدأ يغلي هنزل اللحم وهسيبها تاخد وقتها علشان تستوي حلو. والمرق ده ممكن بقى ازود النكهات بعديها. ماشي حبايبي، بصوا كده، وتعالوا بقى نبدا نعمل الايه الرز بتاعنا عشان يلحق يستوي عقبال ما اشوح انا باقي الحاجات. احنا طبعا مجهزين شويه بس عشان اوري حضراتكم، وتكون المرق هنا غلي تماما، هغطيه عشان تساعدها بسرعه. ونيجي هنا نشغل دي كده، وهنا بصوا اللي احنا سلقناها من قبل وفيها اللحمة المسلوقة عشان حضراتكم تشوفوها اهي. ممكن بقى عشان المرق يفضل كده جميل احط بقى انا وشوية منكهات، عود قرفة او شوية قرفة، شوية بهارات، كبابة صيني مطحونة، رشة من الورق لورا ادعم المرق بتاعي، او لو حضراتكم عايزين تسيبوه بطعمه براحتكم خالص. كده كده اصل المنكهات اللي احنا حطيناها هتضيف للطعم بشكل حلو قوي. طيب هبدا بقى نجهز للرز. انا طبعا هعملها برز بسمتي عشان تبقى صحيه وحلوه اهو. بصوا هنا طبعا اتفقنا ان المعلومه دي مهمه جدا، فكره ان احنا نشوي البتنجان عشان نستفيد بيه. في ناس بتاكله ني على فكره، لما يكون عندهم نقص حديد او انيميا على طول البتنجان بيجيبوه ياكلوه ني كده. طيب هاخد كده الحله هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، هحطها هنا ونبدأ بقى نعمل الرز. طيب هجهز للرز،
هنعمل كده شويه من الزيت النباتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هخلي كده الرز جنبي هناك ورشه الملح وهنا، وهحط عندي عود قرفه برده هحطه معاه. ناخد كده كميه الرز، هنسقي بالمرق المنكه زي ما اتفقنا، اللي عايز ينكه زياده مفيش مشكله، هحط معاه عود قرفه وهاخد كده ممكن دي ونقلب تقليبه. طبعا هي في ناس بتعملها ازاي، بيبقى الحله دي طبقات، بتتحط طبقات من البطاطس والبتنجان واللحم وبعدين الرز، وبيستوي الرز مع الحاجه دي على نار هاديه كاني بسوي رز معاها، ويقلبوها من الحله ده يعني على طول من الحله. انا بقول انه في ناس ممكن قوي ما تقدرش تعمل الخطوه دي وما تنجحش معاها والرز ممكن ما يستويش، فاسمحوا لي انا بخاطب الناس دول بشكل قوي علشان يحسوا انهم يقدروا ينفذوها بشكل سهل. لكن طبعا المحترفين واصدقائنا اللي ما شاء الله عليهم خبرتهم كبيره في المطبخ طبعا هيعملوها بالطريقه دي وهتبقى اسهل كتير، لكن انا حاولت ان انا اعملها بشكل يرضي كل الاطراف، يعني يناسب حتى الناس اللي مش هتقدر تحقق الوصفة في الحلة واحدة وتسويها مظبوط. هنا بدأت المرق ريحته طبعا روعة، ريحة رائعة، جزر ورق لورا وكرفس وكرات والحاجات الحلوة دي. هنبدأ كده ننزل قطع اللحم، بسم الله، الريحة تحفة ده. وهنقفل هنسيبها بقى تغلي وبعدين نبدأ نهدي لحد ما تاخد التسوية بتاعتها. هنا الرز بقلب، هحط رشة من الملح، بسم الله، حطيت عود قرفة كده. المكونات اللي انا حطيتها اللي هي الحبهان، ممكن تحطوه منه رشات خفيفه مطحونه مع الرز نفسه ننكهه، لكن انا هسقي بمرق اللحم بقى، فالدنيا هتبقى جميله وهيدي تيست حلو. تعالوا بقى ندعم كده بيه مرقه خضار، هنقلب دي حاجه زياده يعني، مرق الخضار ده بيدي طعم كده جميل. وبعدين هبدا رشة بسيطة قوي من الفلفل، بسيطة جدا طبعا، لو في كبابة صيني مطحونة هنحط أو بهارات لحم هتبقى رائعة. هنقلب بقى تقليبة حلوة، ومعلش أنا عاملة البصل المقرمش ده بيتحط بين الطبقات، أنا هحط شوية مع الرز عايزة أديله طعم منه لكن مش كله عشان أقدر أعمل كمان بينهم طبقات حلوة. هقلب كده تقليبة حلوة، كل واحد بقى يعمل الطريقة اللي تريحكم، لكن أساس الوصفة رائع الحقيقة ويتقدم بأكتر من طريقة كده اهو. شوفوا بقى البتنجان تمام وبدأ يطرى، ومعانا هويدا، أهلا وسهلا هويدا. أهلا بيكي حبيبتي. أهلا بيكي أمي، ازيك؟ ايوه انا الحاجه ايوه. اهلا بيك يا امي، اهلا وسهلا. مش منك ابدا ولا من حضرتك، ربنا يديك الصحه يا حبيبتي. اتفضلي يا حبيبتي. يا رب اهلا، شكرا. انا عامل لك الحاجات الحلوه انت بتعمليها يا حبيبتي. يا رب خليك يا ماما، تسلمي، يسلم ذوقك. الحاجات الحلوه اللي بتعمليها تسلمي لي، ربنا يبارك لك يا رب، وببارك للناس الاهل يا رب دايما حبيبتي، يا رب دايما في نجاح من النجاح يا رب العالمين. امين يا رب العالمين، امين. دي دعوه جميله من حضرتك والله، وميرسي يعني مشاركه حضرتك معانا دي غاليه علينا جدا بجد، تسلميلي، شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا. هناخد كده من المرق، معلش سخن بقى، بسم الله اهو، بسم الله، و هنقلب تقليبه عشان اسيب الرز يتشرب، وبعدين نرجع بعد
ما نخلص او نطلع للاستراحه علشان نرجع لحضراتكم ونقول نبدا في الشوط الثاني، هنكمل مع بعض ونقفل المقلوبه الجميله دي ازاي. بسم الله كده بقى، انا هدي تقليبه حلوه للرز مع المرق بتاع اللحم اهو. ده كان فيه مرق المنكه وبعدين زودت بقى من المرق اللحم التاني، يعني ما كفاش احط كل الكميه فحطيت كميه صغيره وكملت بقى من هنا باللوش. هنقفل بقى كده تقفيله، اول ما يبدا يغلي ههدي النار واسيبه يتشرب. ودي اللحمه هنا زي ما حضراتكم شايفين، بصوا المنكهات دي اللي بتضيف طعم للمرق مع طعم اللحمه طبعا. عايزين تضيفوا اي حاجه زياده دي حاجه ترجع لحضراتكم. يلا بينا بقى نستسمح حضراتكم، هنطلع لاستراحه ونرجع نبدا مع بعض الشوط الثاني في انتظار حضراتكم. اهلا وسهلا مشاهدينا، رجعنا مره ثانيه من الاستراحه نبدا مع بعض الشوط الثاني. طيب انا بشوحت بقى، حطيت شلت الشرايح البتنجان، حطيت دلوقتي شرايح الجزر بشوحها برده، معلقه زيت زيتون، حطيت رشه ملح وفلفل، نطعمها كده تبقى جميله اهو. بصوا طبعا البتنجان المشوي ده فوائده كتيره جدا، يعني اولا هو طبعا غني بالالياف، اكيد حضراتكم عارفين كده، في حمض الفوليك اسيد، غني بحمض الفوليك اسيد جدا، والالياف بيقوي المناعة، الناس اللي عندها مشاكل في الأنيميا، الحاجات المشوية دي دايما هيلثي وصحية ما فيهاش يعني ضرر لأي حد عايز يتناول أي خضار مشوي. وبعدين الخضروات عموما بصفة عامة يعني هي ما تعدش ليها كالوريز عالية، لأن هي زيرو كالوريز. أي خضار أنتوا جعانين دايما يبقى في طبق خضار مشكل فريش ناكله ننقنق فيه، الولاد كمان لازم يبقى فيه كده، نعصر عليه عصره ليمون، ينقنقوا شرايح جزر، شرايح من الخيار، شرايح من فلفل الالوان، الحاجات دي مفيده ليهم قوي. ممكن نعمل لهم الافوكادو ده زي السلطه، او نضربه مثلا ناخد جزء منها نضربه مع حاجه بيحبوها، مش بالضروري يبقى العصير تقيل عشان ممكن يكونوا مش بيحبوه. يعني لسه حد سالني على صديقه ليا وبيقول لي ما بتاخدش الافوكادو رغم ان الدكتور كاتب لها حاجات معينه عشان عندها مشاكل وانيميا وحاجات. قلت له طب هو انتوا لازم تدوه لها تقيل وتشربوه لها لوحده؟ ما تعملوه لها يعني تستصيغه، ممكن تشربه مع عصير ليمون، نحط منه حته صغننه ونضربهم في الخلاط مع بعض، يبقى دعمنا فيتامين سي برده، خدت الجرعه بتاعتها من الافوكادو. ممكن نخلطه مع كيوي ونحط له عصير خفيف زي الاناناس زي التفاح زي كده ونضربهم في الخلاط ويتشرب، يبقى برده القوام بتاعه خفيف شويه. يعني الحاجات دي بتتقبل اسرع وابسط، لانه في الصيف غالبا كلنا مع الجو الحر بنبقى محتاجين حاجات تدعمنا لكن ما تبقاش تقيله، ما بنقدرش على الاكل التقيل. طيب هشيل بقى الجرال كده وهبدا اوري حضراتكم. لو عايزين هعمل كده حاجه اتحايل بيها على فكره الحله اللي بتتقلب دي، فانا هعملها كالاتي. عندي كده قالب، القالب ده مثلا فليكن طبعا اي قالب تحبوه، يعني انا والله عاجبني القالب ده برده، عاجبني الاثنين. انتوا عايزين اعمل في انهي قالب؟ اقلبها فيه، هدخله الفرن هوريكم انا هعمل ايه في قصه الرز. بصوا هنا الرز بدا اهو، هديت النار بعد ما غلي يبدا يتشرب، شايفين يتشرب بس شويه عشان ايه اهو، مع البصل ده بيدي طعم كده. وبعدين هحط بين فواصلهم دي البصل. طبعا اتفقنا كل كوبايه من الرز البسمتي الجاف عليها كوبايه ونص من الميه المغليه او المرق المغلي، وده علشان هو جاف، لا اتبل ولا اتشطف ولا اتصفى ولا اي حاجه. طيب وادي المرق، بصوا هنا الشوربه بدات الريحه رائعه، طبعا المنكهات دي جميله، تقدروا تاخدوا الشوربه دي لو انتوا زياده في المرق تحتفظوا بشويه فيهم في الفريزر، وقت تاني حضراتكم تقدروا تستفيدوا بيه في اي اكله تانيه. طيب ده احلى المستطيل، صح كده؟ رايك من رايي يعني يا نادي؟ ماشي انا برضو رايي كده. طيب يعني كل واحد على والله انت عجبك التاني. شفتوا بقى لو ايه لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع، قلتها صح الحمد لله. طيب هناخد كده من البتنجانات الحلوه دي، هبدا بقى اعمل كده ايه يعني شكل كده لطيف. بسم الله الرحمن الرحيم كده، بسم الله. خلينا ايه نحاول
طبعا انا هحاول اخلي الشكل كده، لكن انا طبعا همسك بالرز، يعني لسه هنحط رقات من الرز بحيث ايه تمسك لنا الدنيا وتدي شكل حلو يعني كده. ماشي، ممكن احط دي هنا كده في القاع، يبقى عندنا برضو معانا غادة. يا اهلا وسهلا غادة. ايوه اهلا بيك. اهلا بيك حبيبتي، اتفضلي. حضرتك الحمد لله حبيبه قلبي. ازي حضرتك؟ انا كويسه الحمد لله. أهلا بيك. انا بحبك قوي يا روح قلبي، ربنا يسعد قلبك. ميرسي، احبك الذي احببتني فيه يا روحي. بنت. شرف ليا والله يا حبيبتي، محبتكم على راسي. عايزه ابارك للنادي الاهلي امبارح. يا سيدي، عايزه تقولي لهم ايه بقى؟ قولي لي. عايزه تقولي ايه للنادي الاهلي؟ الف مبروك وان شاء الله كل ماتش. يا رب يا حبيبتي، ربنا يتقبل منك ان شاء الله من نجاح لنجاح يا روحي. مش عايزه اكله نعملها لك؟ طيب تسلم. لا تسلم عندك على كل حاجه. تسلمي يا حبيبه قلبي، يسلم ذوقك انت. شكرا ليكي ولو يعني مداخلتك الجميله ولمباركتك لنادي الاهلي حبيبتي، شكرا ليكي. بصوا كده، بسم الله، صباح الفل عليكي يا ندى. طبعا حصل يا فندم والله. حبيبتي يا نودي، البنات دول ايه بيقولوا عليهم ايه؟ نعمه صح. البنات دول لما بيبقوا جمال سكر نبات بيقولوا ايه؟ طبعا بيشكروا فينا. المخرج بيقول لي لما يبقوا بس. لا هم كده بقى، اوعى بقى انت قاعد في وسطهم كلهم. انا قلت طبعا لما يبقوا، انا لسه ما كملتش. انا بقول لما بيبقوا كده جمال بيبقوا نعمه فعلا حقيقي والله بجد، وبيبقوا كده حاجه جميله الواحد يعني بيعتز بيها. وبعدين لما بيكبروا بقى بيبقوا صحاب لباباهم قوي، البنت تبقى صاحبه باباها والولد يبقى صاحب مامته. اي نعم مش قاعده بس اغلبهم بيحصل كده، لكن مش دايما يعني. يعني انا كنت قريبه من بابايا جدا، لكن ده مش مقياس يعني. اخواتي التانيين كانوا اقرب لمامتي، يعني ملهاش علاقه. هي ليها علاقه بالتفكير، بالعلاقه الانسانيه، مين بيبقى دايما بيتكلم معاك اكتر. دي مهمه طبعا، مهم قوي ان مرحله طبعا الولاد لما بياخدوا الاجازه، وان شاء الله رب اللي بيمتحنوا يخلصوا على خير، ربنا يوفقهم وينجحوا ويبقوا سعداء ويتفرجوا ويشاركوا في الماتشات ويشاركوا في البطولات ويروحوا النوادي وكل حاجه. ولسه يعني منتظرين نتيجه بالتوفيق. لكن بقى الولاد بقى في المرحله دي محتاجين شويه ناخد وندي ونتكلم معاهم، لانه انا شايفه انه الجيل اختلف. صح، الجيل اختلف عن زمان خالص. ما بقيناش بمقاييس زمان. يعني الواحد كان فاكر نفسه ان هو احدث صيحه، احدث حاجه في الدنيا. الواحد اكتشف مع الوقت ان هو ايه ده، انا موضه قديمه، انا اولد فاشن ولا ايه؟ يعني ايه ده؟ يعني الكلام ده مبقاش موجود. البنات بتتكلم كده، ايه يا جماعه مش كده يعني؟ ما انتم ممكن تتكلموا برضو بشكل لطيف، لكن الرقه والشياكه في الكلام ملهاش علاقه بانه انا اغير اسلوبي في الكلام، طريقتي. مهم قوي نتكلم في المبادئ والاساسيات اللي اتربينا عليها عشان تفضل موجوده في اجيال تانية كتير، ننقلها لاولادنا بجد. بصوا انا هحط هنا بس شوربه كبشه كده، مرق سخن، لما احس كده هو في المرحله دي زودت بس اتنين وهسيبه يتشرب تماما. هقفل. ناخد وحدات كده من قطع اللحم. معانا مدام سميره، يا اهلا وسهلا حبيبه قلبي مدام سميره. يا اهلا بيكي يا حبيبتي. اهلا بحضرتك يا فندم. ازيك يا حبيبي، عامله ايه؟ انا بخير الحمد لله يا فندم. كل سنه وانتي طيبه وتسلم ايدك يا حبيبتي. تسلمي يا روح قلبي، تسلمي. ميرسي لحضرتك جدا. حلوه قوي المقلوبه دي، جميله يا روح قلبي. تسلمين. حضرتك اجمل. وعايزه اقول للاهلي طبعا دايما دايما كده في تقدم ودايما في نجاح. امين. وعايزه اقول لك ان انا حاسه ان هو كان هيغلب في الدقائق الاخيره. سبحان فعلا. الله، دعواتكم بقى هي الحاجات الحاسمه دي، بتبقى جميله جدا. لحظات بتبقى شده اعصاب بس الفوز. أيوة. بيه نفسي كل حاجه فعلا. انا لما بحس ان الاهلي، اكيد طبعا انا ما بحس ان الاهلي هيغلب، يعني هيغلب. يا حبيبه قلبي ان شاء الله دايما في يعني كل الاهلاويه فرحانين ومبسوطين ودايما سعدة كده. اكيد طبعا احنا بننبسط طبعا لما الاهلي بيغلب. احنا يعني عندك النادي الاهلي ده حاجه تانية عندنا. يا حبيبه قلبي تسلمي مدام سميره، والله محبه حضرتك اكيد وصلت يعني. مشكورك جدا.
حضرتك ما تأمريش بأي حاجة. أكيد طبعاً يا حبيبتي، ميرسي يا حبيبتي، تسلمي. تسلمي، ميرسي لحضرتك جداً، شرفتينا. لا، الأساس فيها لحم، لحم ضاني، ضاني. لا بيبقى فيه عظم كمان، يعني في اللحم الضاني الأصلي بتاعنا ده، تتعمل صح بقى على أصولها. اهي ما احنا حاطين لحمه اهي مفرومه. لا ما جربتش بالمفروم، ما اعرفش يعني، هحس ان احنا غيرنا كتير قوي في الوصف. يعني هي لازم تبقى قطع اللحم، وبعدين المفروض القطعه دي تتشرب كويس مع الرز لما بتبقى على النار في حله واحده. بس انا هتحايل على ده وهعمل حركه كده وهدخلها الفرن، هوريها لحضراتكم برده دلوقتي. بسم الله. بصوا بقى، انا هاخد كده من الرز وهو لسه فيه شويه كده، خليني ايه، ممكن اخد اجيب معلقه ثانيه من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد كده عند القالب، هحط هنا كام واحدة بصل خفيفة. يعني ما جربتش بالمفروم، ما اعرفش. انا اقول لكم على حاجة، ما تسألنيش عارف ليه، عشان انا ما بعترفش باللحمة المفرومة. يعني لو في حاجة فيها لحمة مفرومة لازم يبقى جنبها حاجة تانية تتاكل فيها لحمة. بصوا هعمل كده، هو لسه قدامه شوية، هدخله بقى يستوي كده شويه، القالب ده في الفرن يتشرب كويس. هدخله يتشرب كويس في الفرن. بسم الله اهو. شايفين ازاي؟ بشويه المرق اللي فاضلين دول. معلش. اهو. ده ايه؟ دي بصل. ماشي اوكي، افتكرتها عود قرفة. اهو هسيبه بقى. هقول لك بقى عشان ياخدوا من بعض شوية، لازم الطعم يبدأ ياخد بقى، الشوربة دي تنزل شوية منها على الرز كده، وبعدين ايه يتشرب حلو مع شوية البصل اللي جوه الرز، مع شوية الكبابة الصيني والبهارات اللي احنا ضفناهم مع الرز دول، فيدوا طعم لبقية الخضار. وبعدين هاجي هنا، مش هقفل بقى ده، هقفل هنا كمان شوية شرايح من البتنجان، هنقفل بقى هنا اهو. مخرجنا بيسالني بيقول لي ايه بقى، بيقول لي طب احنا ليه بقى ما عملناش، يعني ليه احنا في الاخر عملنا ده وخدنا الرز نص سوا. هو عنده حق طبعا. انا عملت كده عشان اتحايل على الخطوه اللي هي المفروض انها تتعمل في حله واحده، وتبقى فين، تبقى على البوتاجاز تتشرب وتستوي كلها مع بعض في نفس الوقت. ده اللي انا اقدر اقوله. طبعا ده كله هيجي كده في الاخر، هنعمل كده، هيبقى كده. شايفين ازاي؟ ماشي يا فندم، انا مع حضراتكم، اسمحوا لي. انا كده تمام، والرز لسه مش مستوي صح؟ اروح جايبه كده نص كبشه وحاطه كده. بتنجان بقى الشوي ده اللي اتلسوع ده هينزل طعمه مع الرز، الرز ينزل طعمه على اللحمه، على بقيه الخضار تاخد من بعض. دخلها الفرن بقى على الشبكه في النص حراره 180، هسيبها كده 10 دقائق ربع ساعه تتشرب كويس، والرز نفسه يبدا ايه ياخد السوا بتاعه اللي باقي له شويه الصغيرين اللي باقيين دول. ودلوقتي بقى هقفل وهوري حضراتكم لما نيجي نقلبه، هتلاقوها طعمها جميل وتستمتعوا بيها. هي يعني فكره مختلفه شويه، لكن اتمنى تعجب حضراتكم. طيب احنا دلوقتي هنستعد نعمل وصفه لطيفه، لكن قبل ما هنبدا نعملها، هي سلطه جميله جدا هنجمع فيها الحاجات المهمه المفيده اللي ممكن تبقى مش بنستخدمها كتير غير في حاجات معينه. هنعمل بيها سلطه حلوه، لكن هستسمح حضراتكم بعد الاستراحه. هنطلع الاستراحه ونستعد الاكسترا تايم في انتظار حضراتكم. ورجعنا من الاستراحة، وطبعا عملنا ايه في الشوطين اللي فاتوا؟ عملنا المقلوبة بطريقة بسيطة، شوينا الخضروات والباذنجان، واتكلمنا عن طريقة تقفيل كده سريعة وبسيطة، بدل ما اصدقائنا لسه اول مرة يجربوها بيتخوفوا انهم يعملوها في حلة واحدة ويقلبوها تنجح معاهم. احنا عملنا طريقة كده بسيطة وعملناها في القالب ودخلناها الفرن، وبعدين سقينا كده كبشة مرق وطلعنا الرز، يعني ما هوش 100% مستوي عشان ياخدوا من طعم بعض، ونقلب من القالب يبقى أسهل لينا أكيد إن شاء الله. طيب دلوقتي بقى هنعمل سلطة كده بسيطة لطيفة. لو عندي حمص شام، عندي خيار، عندي فاصوليا بيضة مسلوقة، عندي لوبيا، عندي أي حاجة من البقوليات المسلوقة، عدس بجبة،
اقدر اعمل منه شويه سلطه حلوين، مش بالضروره يعني يتحطوا فيه اكلات صريحه، لكن ممكن نستخدمه في وصفه لطيفه، نعمل سلطه بارده، الصيف بيحب حاجات خفيفه كده وتبقى مغذيه ومهمه، الواحد ياخد منها طبق كده الدنيا تبقى جميله. طيب هاخد كده شويه خيار، طبعا لو عندكم شويه خضروات مشويه بقى وحابين تعملوا سلطه مشويه كده جميله وتنقنقوا فيها مع شويه زيت زيتون، فصين ثوم، وتدوها كده يعني رشه ملح وفلفل وشويه كمون، يعني هتتبسطوا بيها قوي. وبرده من الحاجات الجميله لما بتبقى في الثلاجه بتبقى كده سبحان الله الواحد يقدر ايه يحطها في قطعه عيش بني او عيش بالشوفان، يعني سناك مفيد. انا عايزه يبقى فيه افاده، انا عارفه انه اللاعبين والناس اللي بتتدرب على كل اللعب سيدات او رجال دايما بيبقوا ملتزمين بحميه خاصه عشان يعني ال 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 الرياضه بتاعتهم او علشان التدريبات بتاعتهم، لكن اكيد السلطات من حقنا ننوع فيها ونستمتع بمختلف الالوان، وكلما الالوان كترت كل ما الفوائد بقت كمان كتيره. هنتكلم طبعا عن الحاجات الحلوه، السلطه بتاعتنا دي فوائدها فيها حاجات جميله، يعني الفاصوليا البيضه دي فيها فوائد كتير جميله، بتطرد السموم من الجسم، بتساعد على انقاص الوزن لان هي كمان فيها بروتين وفيها كربوهيدرات، فيها الياف، ناخد شويه من البصل الاحمر، الالياف دي بطيئه الهضم فعلا يعني، فبتحافظ على مستوى السكر في الدم، فبرضه بتبقى من الحاجات المحببه، بتقلل كمان من التوتر القلق، يعني احنا في حاجات ما بناكلهاش غير بالطهي، هي فيها برضه نسبه منجنيز عاليه خلوا بالكم، يعني الحاجات الجميله دي بيقولوا بقى ان هي كمان مفيده للبشره والشعر. فانا يعني ايه، انا احنا هنقول الفوائد الخاصه طبعا مفيده للكلى، الفاصوليا دي كل انواعها بيضه حمراء سودة، كل دي كلها مفيده للكلى، حتى شوفوا الرسمه بتاعتها، كان دايما في ناس دكاتره حقيقه كنت بحب قوي الدكاتره اللي بتسهل المعلومات على الناس البسيطه وينزلوا المعلومات دي ليها علاقه باشكال الاكل ويقول لك بيخاطب انهي جزء في اجزاء الجسم ومفيد لانهي جزء ومفيد ليه ونسبه الفيتامينز اللي فيه قد ايه، فدي كانت من الحاجات الجميله قوي قوي الحقيقه، كان من ضمنهم الفاصوليا او انواع الفاصوليا بشكل عام الحمراء او البيضة او غيرها. هنقلب بقى تقليبه كده سريعه، بصوا بقى سلطه جميله بسم الله بسيطه. تعالوا بقى نعمل دريسنج، هنا هاخد رشه فلفل، رشه ملح مش كتير، هاخد زيت زيتون وعصير ليمون، خليني اخد الاول عصير الليمون، بسم الله الرحمن الرحيم، اللي عايز يستخدم خل التفاح ماشي، عصير الليمون يتحط على طول وقت ما هنيجي ناكل، وطبعا ما نتبلش معلقه صغيره خل، ما نتبلش السلطه الا قبل الاكل على طول، وده علشان ايه نحافظ عليها الخضار ما يتبلش، وناخد كمان نسبه الفيتامينز الحلوه اللي ايه الجميله اللي في الحاجه. هنقلب تقليبه سريعه كده وهندلق الدريسنج ده بسم الله الرحمن الرحيم على مكونات السلطه دي، وهنقلب تقليبه حلوه وهنبدا نحطها في الطبق بتاعنا. هنعمل دلوقتي صنف من الاصناف الحلوه، صنف كده راقي وجميل برضو من الاصناف المحببه، هو النوجا جلاسيه. بصوا بس انا هرش رشه كمون هنا تدعم كده، عشان في ناس بتتعب من البقوليات في انها القولون بيبقى عندهم مشاكل، فخلينا ايه نامن بالكمون. طيب بسم الله، ثم يعملوا يعني إفادة عالية جدا ويعلوا القيمة بتاعت السلطة دي قوي ويدوا الطعم كمان حلو قوي. مخرجنا بيقول يعني يجرى إيه لو عملنا شوية صباح، والله يعني يا أستاذ إبراهيم أنت عندك ذوق راقي في الأكل، والواحد بيعرف فعلا الناس اللي بتفهم في الأكل وذواقة من أسئلتهم. طيب خلينا بقى نحط كده إيه بصلاية خضرة هنا وورداية لطيفة كده هنا بقى، الفلفل بصوا جميل ازاي، يلا بينا كده شايفين النوجة دي سهلة قوي وبسيطة. بصوا بقى انا هجهز مكوناتها، عندي بان كده على النار انا هعملها بالعسل الابيض، انا واحدة من الناس بحب قوي ان انا اسوي المارينج بتاع البيض، يعني ما بحبش اضيفه هو ني كده، بحب اعقم البيض قوي، وده خطوة مهمة. ده طبق السلطة بتاعنا، وهنبص بصة كده على المقلوبة برضو
واحنا شغالين، بس خلينا نبدا في مقادير النوجا جلاسي. ننزل مقاديرنا بسيطه وسهله. انا هعملها بالعسل، في ناس بتحرق لها سكر او بيبقى زي المارينج الايطالي اللي هو بيتعمل له شربات خفيف كده علشان تنزله وتعقم بيه المارينج بتاع البيض. انا هعمل كده بالفعل. اول حاجه عشان نضمن مارينج ناجح لازم يكون البان، بصوا، جافه بتزيق ما فيهاش نقطه ميه. لو البياض البيض ده طلع فيه نقطه من الصفار باظ البياض. ينفع اخد من البياض انقل في الصفار، لكن العكس استحاله، ابقى انا بوظته عمره ما هيعمل فوليوم ولا يعلى معايا. رشه الملح مهمه جدا. يلا ننزل مقاديرنا ونتكلم عن الوصف. هسخن هنا كمان بان عشان اعمل الكروكان او اللي هو ايه ال يعني بيقولوا عليها ايه، مكسرات مع الكراميل. هسخن جامد. معانا زينة. اهلا اهلا حبيبتي، ازيك يا سيف؟ عامله ايه؟ انت عامله ايه؟ روح قلبي وحشتيني. وحشتيني جدا جدا يا روحي. اسمع على مسمى، انت احلى عظيمه في الدنيا. يا نهار ابيض، اروح انا فين طيب بعد الكلام الحلو ده؟ انا اروح فين؟ انت وحشتيني. انا بحبك جدا جدا حبيبه عمري. انت ربنا يسعدك يا قلبي. وحضرتك كمان وحشتيني جدا جدا جدا. خلاص انا هستناكي يا زينه، لازم هتطلعي تطبخي معايا. انا مبسوطه جدا ان انت بتتكلمي. مبسوطه من ايه؟ ماشي اتفقنا. قولي مبسوطه من ايه؟ مبسوطه ان احنا كسبنا امبارح. اللهم لك الحمد والشكر يا حبيبه قلبي. ان احنا كسبنا امبارح الحمد لله. بلوك بلس 90 يا حبيبتي. الحمد لله، دايما يا رب يسعد قلبك ودايما تفضلي مبسوطه يا حبيبتي. وعقبال ان شاء الله نوصل النهائي. ان شاء الله يا عمري، ان شاء الله على خير. حبيبتي يا زينة نورتيني وشرفتيني، وسلمي على ماما كتير كتير. طيب أنا حطيت هنا نص كوباية سكر، هحرقها كراميل على النار. أي مكسرات عندي، سوداني، لوز، فستق، أي حاجة المتوفر. أنا النهارده هعمل بالسوداني، طعمه رائع. عندي هنا بان تانية، نزلنا المقادير يا نودي، ممكن أقولها وأنا شغالة. النوجا جلاسيه، عندي كوباية سكر وعندي مكسرات حسب الرغبة، حوالي 125 جرام، دول يعملوا لهم مثلا ربع كوبايه ولا حاجه. وعندي هنا العسل، بس معلش انا هرفع العسل ده دقيقه بعد اذن مخرجنا لما احط المارينج يتضرب عشان يطلعوا في وقت واحد. هبدا هنا احط البيض. انا عندي 5 ابيض بيض، ممكن يتعمل باثنين مفيش مشكله. عندي رشه ملح، وطبعا هحط الفانيليا السايله بتدي طعم وتست عالي. تعالوا بقى نضرب المقادير دي شويه. خدت نص كوبايه عسل ابيض، اسخنها على نار اسرع وافيد ان انا استخدم العسل مكان السكر، بما اني حطيت هنا سكر للكراميل. وهبدا العسل، هيكون معايا كريم شانتيه مخفوق عادي، لو عايزين ويبنج كريم مفيش مشكله. وعندي اي نوع مكسرات، انا استخدمت السوداني. اسمحوا لي اطلع كده بوله كبيره هنا، هخلط فيها ده. اول ما المارينج يبدا ياخد قوام كويس هبدا اضيف العسل الابيض اللي هو مكان الشربات، علشان انا الحقيقه طعم العسل بيخليها طعمها حلو، بيديها سنه لون مش ابيض كده عاجي، وكمان مفيد، بيديها طعم حلو قوي. طيب بصوا انا شغلت المارينج، باين معاكم ولا لا يا ولاد؟ لا لازم، حاضر حالا. هاخد كده السوداني، السوداني ده كان جاي من المقله مش متحمص، مقشر، بس انا حطيته في صاج او في طاسه وفي الفرن، بس على حراره الفرن اهو حمصته يطلع الزيوت اللي فيه ويبقى اللون ده. طيب هاخد كده اوريكم شكل المارينج. بسم الله الرحمن الرحيم. بس ايه في اول، بصوا بيبدا ينفش ازاي، بس لسه طبعا ما وصلش المرحله اهو. شايفين ازاي بدا اهو؟ هنبدا نشتغل لسه عليه تاني، ما وصلش المرحله اللي انا عايزاها. في الوقت ده هسخن العسل بسم الله عشان نوصل لنفس المرحله مع بعض اهو. ان شاء الله نخلص. عينينا عينينا، بصوا. وهنا بصوا السكر بيتحرق كراميل. هبدا اول ما يدوب هروح حط عليه الايه، هحط عليه المكسرات اللي هو السوداني، وبعدين على ورقه زبده ومحطوط عليها مسحه زيت. بعد ما يشد هروح مكسراه بالايد وحطاه في الكبه، يطلع كده. شايفين مجروش ازاي؟ اهو اهو يطلع بالشكل ده، طعمه روعه روعه اهو. هقلب بقى انا كده، خلاص العسل بدا يسخن.
معانا عمرو. اهلا وسهلا يا عمرو. مساء الخير يا فندم. مساء الفل يا استاذ عمرو. اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بيك. اهلا بحضرتك، تحياتي لحضرتك ومنوره في اي مكان ومنوره في قناه النادي الاهلي المحترم نادي القرن. يا رب يبارك في حضرتك. تسلم لي يا فندم، كتر خيرك. الله يخليك، والله منوره الدنيا. وكان يعني انا من متابعين حضرتك، وطبعا قناه الاهلي قناه عريقه لاي يعني اي حد يتمنى هو يشتغل في قناه الاهلي والقائمين عليها. والدروانة ليا طلب من خلال برنامج حضرتك ومن خلال قناتي ونادي المفضل على مدى العصور. انا يعني زرت السعوديه 3-4 مرات، عملت عمرتين. ما شاء الله يا فندم. ما شاء الله ما شاء الله. سامعنا حضرتك؟ سامع حضرتك، سامع حضرتك يا فندم. وكنت بدعي دايما للنادي الاهلي وانا في فتره السعوديه هناك. ما شاء الله. وعملت عمره 3 عمرات للكابتن محمود الخطيب. ما شاء الله. عملت له 3 عمرات مع انه ما يعرفنيش ولا انا اعرفه شخصيا ولا كده، بس انا بحبه في الله. ومن خلال برنامجك بقول له يا كابتن محمود انا بحبك جدا جدا، وعملت لك 3 عمرات في السعوديه. ما شاء الله. فنفسي اقابلك يعني قبل ما اموت، يعني دي امنيه حياتي. ونشدتك قبل كده في برامج كتير، انا نفسي اقابل كابتن محمود الخطيب قبل ما اموت. بس ربنا يديك الصحه وان شاء الله تقابله. نفسي اقابله. انا بعشق الكابتن محمود الخطيب، وبعثت رساله من خلال قناه النادي الاهلي، انا بعشقها كابتن محمود ومسمي اولادي الخطيب ومحمود على اسم حضرتك. يعني ما شاء الله، دي محبه في الله. محمود وواحد اسمه الخطيب. ما شاء الله يا استاذ عمرو. طبعا انا نفسي اقابله، والله نفسي اقابله. ان شاء الله يا فندم. انا بعشق الراجل ده جدا، ونشدته كتير قوي والله في المكروه والمسموع والمرئي. فمن خلال النادي الاهلي انا بقول أشكرك يا أستاذ عمرو، وأكيد صوتك وصل للإدارة، وأتمنى يكون كابتن محمود سمع حضرتك. هو الحقيقة إنسان محترم ولا يتأخر أبدا. طيب أنا بصوا ال 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 النوجة دي حلوة كده، دخلت عن طريق التراكوة، نقلوا لنا حاجات كتيرة. كانوا بيستخدموها ليه بقى؟ تخيلوا كانوا بيداروا بيها الطعم المر للدواء. فدي كانت من الحاجات الجميلة. بصوا أنا خدت الكريم شانتي شوية شوية مع المارينج، وأقلب كده بالراحة من غير ما أطلع الهواء منه. خلاص. وبعدين هاخد كده آخر حبة شوية شوية. شايفين بقى ريحة الفانيلا السايلة رائعة. هنا بصوا هضيف السوداني، شايفين؟ وعندي هنا ورقة زبدة أهي، عشان نبقى عملنا كل الخطوات قدام حضراتكم. ودي نقطة زيت همسحها كده بالفرشة هنا في النص. وتعالوا بقى نقلب القمر ده مع بعض اهو، هنزله هنا كده وهفرده. هسيبه بقى ملمسوش لحد ما يتماسك تماما، وبعدين اكسره زي ما وريت حضراتكم. ودي المرحلة الأخيرة. هاخد شوية من الكروكان ده أهو جوه الخليط، وهخلي شوية بره. مصطفى هستسمحك، عايزة صوص الكراميل. بصوا ده هيتحط في الفريزر، هتتماسك مع حضراتكم بشكل جميل. تعالوا بقى ناخد القالب ده، هنحط بقى هنا في القالب. بصوا هنا من الحلوى الجميلة جدا، خفيفة. واحنا سوينا المارينج، وده كان كل اللي فارق معايا الحقيقة، انه يستوي يعني يتعقم. ما ينفعش احطه كده. نخبط بقى كده شوية وهمسح الحروف. هيدخل التلاجة. فين القمر بتاعتنا؟ ويلا بينا. وهنطلع دلوقتي المقلوبة. بصوا بقى، بصوا شكلها، واو. شايفين الجمال؟ تعالوا بقى نطلع اخر حاجه بسرعه على المقلوبه بتاعتنا. يا نهار ابيض. وهنستعد بقى للفقره اللي جايه ان شاء الله. هيبقى معانا دكتور علاء الدين احمد، اخصائي التغذيه العلاجيه. وطبعا هنعرف ازاي نخس بشكل صحي. خلينا نقدم الاول النوجه جلاسيه هنا، الكراميل يا مصطفى، وهقلب ده بس مع حضراتكم في الطبق ده، ونبدا نستعد لمقابله ضيفنا اللي هيشرفني وينورني في الاستوديو. تسلم ايدك يا مصطفى. الكراميل فين؟
يلا بينا. هاخد كده هنا وهقلب. خلوا بالكم هو في صوص شويه بسيطه تقل بقى، الصوص تقل اللي هو كان، بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هو كان بتاع الرز اهو. مش عايزه افك قوي. بصوا واو، هندخل بس دي كده عشان هي سخنه، لازم تبقى ولازم تبقى تاخد وقتها شويه، يعني لازم اسيبها بس 5 دقايق بالقالب بس بقى. ايه ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم. يا نهار ابيض، وطبعا تسلم الايادي. هنحط بقى مسحه كده، اسمحوا لي. بصوا جميله ازاي، يا نهار ابيض. نمسح كده حروف بس الطبق. بشكركم جدا طبعا. وبعدين تعالوا نحط شويه اللوز، شويه البصل كده، ايوه هنا كده، وطبعا اي جارنش بقى جميل لو عندنا. بصوا ونبدا بقى، خليها هنا، يلا بينا اهي. صحة وهنا على قلب حضراتكم. نستعد بقى للدكتور، الدكتور علاء الدين احمد، اخصائي التغذيه العلاجيه. كل اسئله حضراتكم تبقى مجابه ان شاء الله، وننتظر تليفوناتكم وطبعا مشاركه حضراتكم معانا. ليكم اي سؤال اتفضلوا، تشرفونا وتنورونا. هنحط بقى طبق المقلوبه ده هناك، بسم الله. واتمنى يا رب الوصفات تكون بسيطه ونالت اعجاب حضراتكم. وخلينا بقى نستسمح حضراتكم في استراحه، ونرجع نستقبل ضيفنا اللي هيشرفنا ونورنا بعد الاستراحه، في انتظار حضراتكم. ولسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا من مهارات عظيمه. طبعا اي شخص يعني بيعاني من زياده في الوزن، بياخد قرارات انه ينزل في وزنه، يبدا يدور على طرق اكيد سريعه علشان ينزل في الوزن. لكن اكتر حاجه بتخليه متردد متخوف هو من الفكرة دي، هي الآثار اللي ممكن تحصل نتيجة للنزول في الوزن بشكل غير صحيح. طبعا ممكن يدوخ، ممكن يتعب شوية، ممكن يحس انه في تعب من اقل مجهود، بشرته وشعره بيتأثروا، غيرها من الآثار طبعا الجانبية السلبية. لكن الآثار دي ممكن جدا ما تحصلش لما نعرف ازاي نخس بشكل صحي، وده اللي هنعرفه النهارده مع ضيفي اللي مشرفني ومنورني في الاستوديو، دكتور علاء الدين احمد، اخصائي التغذيه العلاجيه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا، صباحك يا فندم، سعيد جدا بوجودي مع حضرتك. مشرفنا يا دكتور والله بجد، وسعيده لانه اكيد يعني اسئله كتير بتدور جوانا، وانتهزنا الفرصه بوجود حضرتك ان حضرتك تجاوبنا عنها. وانا تحت امر حضرتك. الله يسعدك. طبعا اول حاجه، انا دلوقتي واحده ممكن اكون بشوف نفسي في المرايه بس شايفه نفسي عاديه، مش شايفه نفسي زيت، اعرف منين ان انا زيت اذا كنت انا شايفه نفسي عاديه؟ طب خلينا الاول قبل بس ما نخش في موضوع السمنه، انا في برنامج اسمه مهارات عظيمه، صح كده؟ ايوه مظبوط. على فكره الاسم على مسمى، يا رب يخليك. هتقولي لي ليه؟ اولا الكريب بتاع امبارح اكثر من رائع. الله يخليك يا فندم، حاجه متابع. انت عملتي حققتي المعادله الصعبه، ربنا يخليك. خلي بالك من ضمن الاسباب الاساسيه في السمنه الفتره الاخرانيه هو الفاست فود، صحيح، اللي هي الوجبات السريعه. مظبوط. اللي احنا بناكلها في الشارع. انت حققت المعادله ان انت عملتي الوجبات السريعه في البيت بطريقه صحيه. الحمد لله. عشان كده انت عارفه اول حاجه لفتت نظري هنا ايه؟ زيت الزيتون. حضرتك سالتني ده ايه؟ ايوه مظبوط، قبل ما ندخل، صح. يعني من الاخر انت النهارده خليتي الاكل السريع ازاي نعمله بطريقه صحيه في البيت. ايوه الحمد لله. هو ده، عشان كده ده الابتكار. الحمد لله. عشان ده هو هنا حاجه عظيمه فعلا. اشكرك يا فندم، شهاده اعتز بيها يا فندم. لا لا، دي حقيقه على راسي يا دكتور، والله لما حضرتك تشالي دي حاجه. لا والله بجد، هي ما هو خلي بالك، هو الحاجات اللي منتشرت اخيرا اللي هي الفاست فود، اللي هي الوجبات السريعه دي، صحيح، كل الولاد بيميلوا ليها. صح، خلي بالك هي الوجبات السريعه مشكلتها ان هي فيها كميه دهون مشبعه غير عاديه. صحيح. الدهون المشبعه دي اللي هي من ضمن الاسباب الاساسيه اللي بتؤدي للسمنه، لان حضرتك لو تعرفي ان 1 جرام
دهون بيدي 9 سعر حراري. ياه. تمام؟ طب اقول لحضرتك على حاجه، تعرفي ان اكتر حاجه فيها دهون هو الجلد بتاع الطيور؟ اه عشان كده احنا بنحاول نستطعمه بره، اه ونقعد ناكله ونقول ده مقرمش بره. صحيح، انت حققتي هذه المعادله ان انت عملتي اكل طعمه حلو وبطريقه صحيه. أشكرك. انا اشكرك. ميرسي يا دكتور، ميرسي لحضرتك. عايزين بقى حضرتك تقول لنا امتى اعرف ان انا وزني زايد وامتى انتبه للموضوع ده؟ طيب. خلينا اولا سؤال حضرتك ده هو الاساس بتاع الموضوع بتاعنا. اولا عشان اعرف وزني زايد يبقى عندي ميزان. تمام. هل احنا عندنا ثقافه الميزان ولا لا؟ لا، لازم نعرف يعني ايه ثقافه الميزان. كل الستات بتهرب من الميزان يا دكتور. اولا ما هو حضرتك عشان نحل اي مشكله لازم نواجهها. تمام. تمام. ثقافه الميزان، اولا اصبح الميزان في البيت مش من الكماليات، بقى من الاساسيات. هو على فكره الميزان أوكي. سعره مش غالي. اوكي. لازم كل بيت يبقى عنده ميزان. تمام. ولما يبقى عنده ميزان يبقى لازم اعرف انا ازاي اتعامل مع هذا الميزان. اوكي. اتعامل مع هذا الميزان في قواعد لازم نلتزم بيها. بوزن نفسي في وقت ثابت في الاسبوع، يعني مثلا انا بوزن نفسي يوم السبت الصبح. اوكي. تمام. في مكان ثابت، يعني ما اجيش النهارده اوزن نفسي في الريسبشن وبكره اوزن نفسي في اوضه النوم وبعد اوزن نفسي في الحمام، لا انا مثبت حاطط الميزان في مكان ثابت في البيت. اوكي. بثبت اللبس. يعني ايه؟ يعني ما اجيش النهارده اوزن نفسي بترينج، بكره اوزن نفسي بشورت، لا. أوكي. انا هنا ثبت علشان اثبت العوامل بتاعتي. مظبوط. اخر حاجه هو انا بوزن نفسي قبل الفطار، بعد الفطار، بعد العشاء، بثبت نفسي. أوكي. لو انا هوزن نفسي قبل الفطار يبقى انا بوزن نفسي قبل الفطار على طول. مظبوط. تمام. لان الرقم اللي بيطلع لي ده هو اللي انا ببني عليه بقى. صحيح. طيب انا وزنت نفسي، اعرف نفسي هو انا في انهي حته، هو انا وزني مثالي ولا بعاني من السمنه ولا داخل على مراحل متقدمه من السمنه ولا انا عندي نحافه. عدله بسيطه جدا. الرقم اللي بيطلع على الميزان اللي هو الوزن بتاعي بقسمه على مربع الطول. اوكي. ايه بقى قصه مربع الطول ده؟ برضه سهل. الرقم اللي هيطلع هوزنه على طولي. اوكي. هيطلع رقم. تمام. اوزنه ثاني، اقسمه ثاني على طولي. على طولي، فهمت. الرقم اللي هيطلع ده ليه تفسير عندي. لو الرقم ده من 19 الله ينور عليك، من 19 ل 25 يبقى انا هنا وزني مثالي. حلو. يبقى انا ماشي على اسلوب كويس في حياتي، في الغذاء وفي الرياضه في كل حاجه. لو اكتر من 25 ل 29.9، خلي بالك انت عندك زياده في الوزن. اوكي. بس انت داخل على سمنه، يبقى لازم هنا ابتدي اقف مع نفسي واقفه بقى. طب اسال سؤال هنا يا دكتور، اقدر هنا في بعض البرودكتس امنه طبعا اقدر استخدمها اللي هي بقى في المرحله دي؟ تمام. اللي هي تتذوب في الميه وتديني امتلاء، فانا ابدا الحق نفسي بحاجه اقدر عليها وده امن ولا يعني عايز اتكلم حاجه في الجزئيه دي بقى هنا في النقطه. تمام. دي تمام. قبل ما اوصل للسمنه اللي انا هحتاج فيها اروح لدكتور واتابع واباشر نظام غذائي معين. حلو. هو بص حضرتك، السمنه هي اسلوب حياه. اوكي. يعني ايه اسلوب حياه؟ انت بتتعامل ازاي في حياتك؟ حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا. هو انا ممكن استخدم حاجه امنه؟ هي كلمه امنه دي هو المستحضر اللي بستخدمه ده ايه مركباته وايه مكوناته؟ مظبوط. تمام. ايوه. ولو تسمحي لي انا لساني وكني ان انا اقول بيستا. اتفضل. أقول بيستا. طبعا. ايوه. وخلي بالك انا لما جيت اتكلم على بيستا بحكم شغلي انا جربت بيستا. اوكي. تمام. عايزين حضرتك تقول لنا بقى ايه ليه يعني ليه اخترته وليه دعمته؟ قول لنا بقى الاسباب. بس برضو قبل ما نخش بيستا لازم عشان برضو الامانه العلميه تقتضي ان معادله مؤشر الكتله اللي احنا قلناها من شويه دي. ايوه. وبما ان احنا في قناه الاهلي وقناه رياضيه. طبعا. هذه المعادله لا تنطبق على الرياضيين. اوكي. ولا على الاطفال. أوكي. لان الرياضي ممكن المعادله دي بس هو يبقى عنده جسمه فيه عضلات. فهمت. وده برضه هنربطه ببيستا. اوكي. تمام. طيب نتكلم عن بيستا بقى. بص يا بيستا، بيستا خلي بالك رقم 3 هو كلمه السر في حلقتنا النهارده. اوكي. وهنعرف ليه، لان احنا بنقول ان بيستا هو منتج نازل عشان يعمل حاجتين. ده شكله يا دكتور هايل. لا. أوكي. هو شكله حقيقي انا ماشي بيه. تمام. بص حضرتك بيستا انا ماشي بيه. ما شاء الله. لان ده على فكره هو ده ميزه فيه. ليه؟ هنعرف بعد كده انا بيستا ده بستخدمه ازاي. ازاي هو السر. خلينا اقول نتكلم على بيستا. اوكي. بيستا عباره عن ايه وهنعرف يعني ايه كلمه الثلاثه دي هي كلمه السر عندنا. بيستا اولا هو بيعمل ثلاث حاجات. اوكي. بينظم شهيه ومعدلات شبع. بيزود معدلات حرق، بيحرق دهون. كويس قوي. ادي الثلاث حاجات اللي هو بيعمله، لان احنا دايما بنربط الشهيه بالشبع. شهيه شبع. مظبوط. بيزود معدلات حرق الدهون، بيزود بيساعد الدهون. كمان كويس. ليه؟ المكونات اللي فيه. تمام. لما نيجي نتكلم ان هو عباره عن ثلاث حاجات برضو. الحاجة الأولانية بنحطهم في مجموعة واحدة. اللي هو الشوفان. والسيليوم ورد. ده ظرف من جوه العلبة. هي العلبة. أيوة. فيها أظرف يا دكتور. أيوة. صح كده؟ فيها. أيوة. تقريبا كام ظرف؟ أيوة. العلبة فيها 10 أظرف. كويس قوي. حلو. تمام تمام كده؟ نرجع تاني للبيستا. اتفضل. احنا اتكلمنا ان هو عبارة عن مكوناته
عباره عن شوفان شوفان ايوه سيليوم سيليوم رده القمح رده القمح دي هايله ده اول جروب لان هو فيه ثلاث حاجات تاني والله طب الحاجات الاولانيه الثلاثه دول بيسموهم فايبر اللي هي الالياف الالياف اه قصه الالياف دي قصه كبيره على فكره لان فيها الياف ذوبه في الماء وفي الياف غير ذوبه لما نيجي نتكلم على السيليوم السيليوم والشوفان دول بيسموهم ذوبه الياف ذوبه بتدوب في الماء يعني ايه بقى الياف ذوبه يعني حضرتك لما تاخديها تنزل معدتك تنفش ايوه تملى صح تمام على فكره هو العمليات بتاعه تكميم المعده او تدبيس المعده او الكبسوله عباره عن ايه ما هي كده إن أنا نفس بحقل الفكره يا دكتور حجم المعده مظبوط لما انت تاخدي حاجه كده تاخديها قبل الاكل بنص ساعه وتنزل معدتك وتنفش فانت رغبتك في الاكل هتقل طبعا قلت طبعا تمام حلو طب رده القمح رده الياف غير ذوبه الياف غير ذوبه اللي هي بتديكي احساس بالشبع عشان كده بيقول ان هو بيتحكم في الشهيه وفي الشبع صحيح تمام كويس هل بيست وقفت على كده اه لا في حاجات تاني الكروميوم اوكي والكروميوم ده قصه طويله اولا الكروميوم ده هي حاجه طبيعيه موجوده في الجسم صحيح ولكن نتيجه العادات السيئه الغذائيه بتاعتنا فالكروميوم ده يقل الكروميوم ليه علاقه وطيده جدا بزياده الوزن الكروميوم يقل الوزن يزيد ليه برضو؟ لان الكروميوم مسؤول عن حرق النشويات طب ايه يعني النشويات برضو؟ النشويات دي اللي هي تبع الكربوهيدرات بتمثل 60% من وجباتنا صحيح هي اي وجبه المفروض معها تبقى 60% كربوهيدرات معاها رز معاها عيش معاها كل حاجه بطاطس اه طبعا اي وجبه عباره عن 60% كربوهيدرات 20% دهون 20% بروتين صحيح فاحنا النهارده مشكلتنا في 60% صحيح. انا بقول لحضرتك لا الكروميوم اللي انا حطه لك هنا اللي هو اعلى تركيز موجود في اي دواء موجود في مصر 500 مللي جرام اللي هو الجسم محتاجها علشان يقوم بعمليه الحرق الكروميوم بيعمل حاجتين ان هو بيزود حرق النشويات دي رقم واحد رقم اثنين هرمون الانسولين بيعمل انتظام في هرمون الانسولين هرمون الانسولين ده مسؤول عن بقى حضرتك عن ازاي النهارده يخلي ينقل الجلوكوز اللي هو ناتج من الكربوهيدرات ينقله في من الخلايا للدم ما يبقاش عندنا كتله دهنيه يبقى ده الكروميوم أوكي. مش كده وبس بقى احنا اتفقنا رقم ثلاثه احنا دلوقتي اتكلمنا على الجزء الثاني في رقم ثلاثه تمام عندنا الفيتامين سي فيتامين سي الفتره الاخيره خد شهره واسعه قوي طبعا كناش بنلاقيه اصلا اللي هو في المناعه تمام تمام لا ده فيتامين سي مش بيضاف للمناعه بس وكمان بيزود امتصاص الحديد لان هتقابلنا مشكله مع الناس اللي بتعمل دايت ان هي بتعاني من نسبه الهرمون القليله فانا بقول له لا تعالى انا النهارده هديك فيتامين سي فيتامين سي ده هيزود من سرعه امتصاص الحديد كويس تمام أوه. الحاجه الثانيه ليه دور في زياده الحرق كمان نيجي لاخر حاجه اللي هي الكارنتين اللي هو الفيتامين سي نسبته 30 مللي جرام اوكي الكارنتين ده 50 مللي جرام الكارنتين ده بقى حضرتك لو رحت اي جيم بيدوه لاي حد اوكي ليه لان هو بيعمل على تحرير الدهون من الخلايا وتبقى مصدر للطاقه اوكي هنا انا اديت الجسم الطاقه طاقه داخليه مش طاقه من بره ما خدهاش بقى من الاكل الخارجي خدها من اللي جوه جسمه عشان كده بس بنقول ان هو منتج متميز ومتفرد بتركيبه ما فيش بتركيزات مش موجوده في السوق المصري طب نتناوله ازاي يا دكتور يعني ناخده ازاي بقول لنا بقى الصح ايه نعمل ايه اول حاجه يبقى موجود معانا في جبنه اوكي خلي بالك ليه لان هي احنا مشكلتنا تعرف حضرتك لما بيجي لحد عمل له نظام غذائي يقعد يمشي عليه اسبوع اتنين ويزهق ويمشي طبعا تمام لا انا مش هطلب منك نظام غذائي لان انت اوريدي هتعمل نظام غذائي هتقلل الكميات اللي بتاخدها نتيجه انك بتاخد بيست اوكي بيست الوجبات الاساسيه والمقصود بالوجبات الاساسيه ايه لو انت بتتغدى جامد الوجبه اللي هي الاساسيه دسمة سواء كانت فطار او غدا او عشاء او تلات وجبات على فكره في ناس بتديها في الفطار وتديها في الغدا وتديها في العشاء حلو قوي باخد كيسين من ده كويس بدوبهم في كوبايه ميه اوكي او عصير ايوه تمام او كوبايه لبن غير سكر تمام واشربهم قبل الاكل بنص ساعه كويس عايزك تتخيلي ايه اللي بيحصل هينزلوا في جسم حضرتك هينفشوا في المعده فانت هتلاقي نفسك كميه الاكل اللي انت هتاكلها بعد نص ساعه هتقل طبعا الحاجه الثانيه هيقلل امتصاص الدهون فبالتالي ان انت حتى لو كلت حاجه فيها دهون فهتتحرق خد بالك انت وعند الكروميوم الكروميوم زي ما اتفقنا ان هيزود معدلات الحرق هو فيتامين سي والالي كارنتين عشان كده بنتكلم بيستا هو فعلا ذا بيست خلي بالك الاسم انا ما اعرفش الشركه سميته عشان هو ذا بيست بس فعلا بيستا ذا بيست وده من خلال التجارب على فكره انا باخده اول حاجه بحطه في جيبه بروح جاي قبل ما معزوم بره يعني زي ما هتعزم على حضرتك كمان نص ساعه كده اروح واخد الاثنين باكت في كوبايه ميه واروح شاربهم مفيش اي مشكله خالص طب ممكن نعمل تجربه يا دكتور نشوف بيها بقى القصه دي بس ده. انا هحتاج معلش اتفضل يا فندم ايوه تمام اهو ايوه بسم الله
وعلى فكره بقى طعم التفاح والله. تمام، واروح مقلب كويس. ايوه طبعا، بحط 2 باكت. 2 جرعه. 2 2. طب دكتور هو ليه اي اضرار؟ ريحه لا ده حضرتك اي حد يقدر ياخده يعني؟ حضرتك ده مواد طبيعيه. فهمت خلاص، انا باكد. لا حاجات انا طبيعيه، انا فاهمه، بس انا باكد مع حضرتك عشان في اصدقاء لينا اكيد هيراودهم السؤال ده، بيتفرجوا علينا فنبقى حضرتك جاوبناهم. ده ريحه التفاح وطعم التفاح وشكل التفاح يعني كمان طعمه مستصاغ. ده حضرتك انا يعني حضرتك ريحته واضحه قوي. اوكي، بس واروح شارب الكوبايه دي قبل الاكل نص ساعه بس، انت هتلاقي نفسك عملت نظام غذائي من غير ما حد يقول لك تاكل ايه وتشرب ايه. انا ممكن ادوق يا دكتور بعد فن. هو طبعا لازم يتشرب وهو كده، ولا بندوبه يعني بشكل يعني بنسبه على اكبر؟ على فكره اي حاجه بودره لازم. لا تمام، اي حاجه بودره بسم الله يستحسن ان هي انت حضرتك هتشربيه عشان الاكل اللي انت عملته. لا عشان طعم التفاح، عايزه اكد انه طعمه مش وحش. بسم الله، طعمه مستساغ جدا على فكره. حلو قوي. طعمه مستساغ جدا، حلو جدا. خلي بالك ده احنا حطيناه كمان على ميه. في ناس يقول لك لا حطه على عصير، حطه على العصير من غير سكر بقى عشان نبقى احنا بنعمل صح. طبعا عصير من غير سكر. خلي بالك بقى بيستفيد ميزه كمان، ان هو بقى مصدر للطاقه، بس مصدر للطاقه داخليا مش خارجيا. علشان كده هتلاقي بتقابلنا مشكله مع الناس اللي بتعمل نظام غذائي. هو ان تلاقيه كسلان وخملان وعنده شحوب تحت عينيه وشعره بيقع زي ما حضرتك قلت في المقدمه. طب العوامل دي يا دكتور دايما نعرف ان بعد ما بنخس لازم يكون في شويه عوامل بتضايقنا، وشنا بيبان عليه وناس تقعد تقول بقى انت خاسس، انت عيان، او الجسم او الشعر يقع او الضوافر تتقطم، يعني الحاجات دي نعالجها ازاي بقى؟ لا هو ليه بقى؟ ما هو انت حضرتك لما تاخدي بيستا انت مش هتعاني من المشاكل دي. وخاصة واحنا عندنا مستحضر تاني هنقوله لو عندنا وقت نتكلم عليه. احنا بنتكلم هنا على بيستا ميزتها في ايه حضرتك؟ انا ما منعتكش من حاجه على فكره. اوكي. كل اللي انت عايز تاكله. بس انت الكميات عندك قلت. اوكي. الكميات عندك قلت ليه؟ لان معدتك حجمها صغر. صغرت. وجبتك صغرت. وجبتك صغرت. الكميات اللي انت بتاكلها صغرت قلت. فانت هتلاقي نفسك وصلنا للمعادله اللي هو الجديد دلوقتي في علم التخسيس. ايه هو؟ ان انا ازاي النهارده ما منعكش ما احرمكش من حاجه. ايوه. وفي نفس الوقت اخلي وزنك ينزل. كويس. المعادله بتقول ايه؟ انا ما منعش ولكن اقلل. فهمت. هو ده اللي بيست عمله. هو خلاك تقلل كميات بس ما منعكش من حاجه. لا وحاجات طبيعيه بقى، احنا دلوقتي في الامان، ولا بقى ضربات قلب ولا قراص ما اعرفش ايه ولا الحاجات دي خالص، حاجات كلها طبيعيه عارفينها. خلي بالك هو ده في ادويه كانت نازله في السوق من فتره. كانت بتشتغل على سنترال، يعني بتشتغل على المركز المخ، ديك احساس بالشبع ودي اتسحبت من السوق لان كانت بتؤدي لدور الاكتئاب وناس بتنتحر، دي اتسحبت عشان كده، وحاجه طبيعيه. طب دكتور انت حضرتك قلت لي ان في كورس متقدم من الشركه، ممكن تقول لنا عليه عشان اصدقائنا يعرفوا عنه بخصوص بيستا؟ تمام. ككوست كفلوس. حلو قوي، عشان بس برضه هيفرق معانا الناحيه الاقتصاديه. اتفضل حضرتك وانت شغاله في مجال المطبخ. ايوه تمام. حضرتك معروف دايما ان الانظمه الرجيم تكلفتها اعلى. صحيح. من النظام العادي. يعني حضرتك النهارده لو رحت تشتري عيش سن هيبقى طبعاً. اغلى طبعاً. من العيش العادي. مظبوط. تمام، حلو. يبقى خلينا نتفق على شيء، ان تكلفه الاغذيه الخاصه بالدايت مكلفة جدا. مكلفة طبعا. انا حليت القصه دي كلها حضرتك. كورس شهر من ده ب 570 جنيه. اوكي. اللي هو يكفيك شهر انك تاخد 2 في اليوم. يعني 6 علب اللي هم هيكفوك شهر 570 جنيه. 6 علب ما شاء الله. 6 علب اللي هم يكفوك جرعه شهر. شهر اللي هو 2 باكت في اليوم. قبل الوجبه الاساسيه بتاعتك بنص ساعه. هايل. ده انت حضرتك لو رحت اشتريت عيش سن لا هيكلفك. مظبوط. لا وبعدين ماشي. هحط في سلطات حاجات تانية بقى. لا ده انا بديك عشان اجيب الالياف تملى معايا واشتري الحاجه دي غاليه جدا يا دكتور. على فكره من ضمن المشاكل اللي بتواجهنا مع المريض بتاعنا مريض السمنه ان هو فعلا يقول لك التكلفه عاليه. طبعا التكلفه عاليه، وبعدين خلي بالك هو بيزهق. طبعا هو بقى ده ديلي معاه. ده حاجه روتينيه. صحيح. عارف هو حاطط الباكت في جيبه، وحتى معقول انا الباكت ما اتعملت بصوره، خلي بالك انا اتصممت ان احطها في جيبي النهارده. اشوف هو انا مشيت بيها. الموضوع سهل جدا، حاجه تنزل بيتك تحطها في جيبك. ليه؟ لان انت ممكن تتعزم بره. ممكن على فكره في الشغل يقول لك ايه، تعالى بقى نديها النهارده فول وطعميه وارزع. طيب احنا هنستسمح حضرتك ان نعرض الكورس على الشاشه لاصدقائنا، حضرتك يعني تنضموا وتشوفونا عشان لو في لسه اصدقاء لسه منضمين لينا يبقوا عارفين. تمام. بالكورس حضرتك اتكلمت عليه. ده كمان. بيستا نتكلم عنه اكتر بقى يا دكتور. تمام. اتفضل. الكورس بتاعه زي ما قلت لك العلبه دي فيها 10. ايوه تمام. ال10 دول بيكفوا 5 ايام. اوكي تمام. هو الشركه منزله اوفر على فكره، الاوفر ده موجود بصفه استثنائيه. فاذا الكورس لمده شهر فيه 6 علب. 6 علب ب 570 جنيه. اوكي هايل. يا بلاش.
طيب احنا شايفين دلوقتي الفا مالتي فيت، هو حضرتك يعني الالفا مالتي فيت ده انا عارفه ان هو مكمل غذائي صح كده؟ اه بالظبط، مصدر للطاقه ومصدر للطاقه الطبيعيه. هل اقدر اخده بقى وانا باخد بيستا؟ ده هو المفروض على فكره والله. يعني لازم اخد فيتامين مكمل غذائي وانا باخد؟ احنا هنا الشركه دي حاجه تشكر لهم على فكره، ان هم حاولوا يديكوا بورتفوليو، يديكوا حاجه متكامله مع بعضيها. فهمت. تاخد حاجه قبل الاكل عشان الشهيه، وفي نفس الوقت احنا بنعاني من نقص الفيتامينز. بعد ما بنبدا بقى نقلل الاكلات، حلينا هذه المشكله. تمام. لان هو عباره عن على فكره رقم 3 زي ما قلت لك هو في السر، ده عباره عن 13 مالتي فيتامينز، 13 فيتامينات ومعادن، 13 13 دول ما شاء الله، وهم ليهم علاقه على فكره برضو بعمليات الحرق. يعني انت بتاخد فيتامينز بيزود عندك الحرق وبتمدك بالطاقه والنشاط وبتعالج لك اي مشاكل تنتج من نقص الاكل عندك. ان احنا نخس وما ناكلش حاجات فيها مكونات اللي احنا متعودين عليها. على سبيل المثال مثلا في فيتامين بي كومبلكس بي 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 12. ما هي دي فكره. ولما نيجي نتكلم على فيتامين بي هنا بنتكلم على طول في منتهى الاهميه. النقطه الاولانيه بما ان احنا بنتكلم على مجال التخسيس، فهو بيحسن من التمثيل الغذائي للكربوهيدرات. اوكي. يعني كواحد تاخده يحصل على عمليه الايض اللي هي عمليه الميتابوليزم علشان استفيد من الكربوهيدرات بطريقه مثلى، ما يتخسنش في جسمي على طريق الدهون. تمام. الحاجه الثانيه فيتامين بي اللي هو ليه علاقه بالاعصاب. ده مهم قوي. علشان كده مريض السكر ياخد القلب مالتي فيت. والله مناسب حتى لمرضى السكر. احنا معانا كل الفيتامينز هي يا دكتور. خلي الحاجه الثانيه هنلاقي مثلا في في بقى نحاس، في حاجه فوليك اسيد. قلت النحاس دلوقتي. نحاس. لا ده احنا النحاس على فكره احنا ممكن نعمل فيه حالات. النحاس اولا بيحسن من كفاءه الغده الدرقيه وبيؤخر من علامات الشيخوخه. علشان كده القلب مالتي فيت ده ممكن يبقى حاجه روتينيه. يعني انا باخده بعد الوجبه الاساسيه بتاعي بساعه. وهنا لازم يتاخد على كوبايه على ميه كافيه، عشان احنا في الفيتامينز عموما في غلطه بنغلطها ان احنا بناخده بكميه، لا باخده على كميه ميه كويسه. مظبوط. يبقى قلت النحاس. فيتامين سي اتكلمنا عليه من شويه. هو هنا كمان بيزود امتصاص الحديد، وعشان كده هم حطوا كمان الفوليك. فوليك اسيد. فوليك ده ما بناخدوش الا اول شهور الحمل بس، هم بننساه طول العمر ده يا دكتور. صحيح. تمام. نيجي نتكلم على الكالسيوم، ظهر قدامي لان برده في علاقه مع الكالسيوم مع الست الحامل. والكالسيوم في علاقه مع الست اللي معظم الستات بعد 45 سنه بيهون من هشاشه العظام. صحيح. والرجاله بعد 50 سنه. طيب. لان احنا عندنا ثقافه غذائيه غلط. العضلات انتوا عندكم اكبر. لا هشاشه العظام. لان احنا المفروض ان احنا ناخد كميات معينه من اللي صغرنا ما خدناش. صحيح. فاحنا انا بديله هنا الكالسيوم. تمام. بديله الزنك، والزنك ده برده من ضمن الحاجات طبعاً اللي كانت مشهوره الفتره اللي فاتت ان هو بيقوي المناعه. عشان كده حتى تلاقي مكتوب على العلبه للمناعه ومصدر للطاقه. الزنك بالاضافه بقى ان هو بيقوي المناعه. لا ليه دور مهم جدا في الشعر وفي الجلد، عشان كده السيدات بياخدوه والبنات. البيوتين، ما دام احنا جبنا سيره البنات يبقى نتكلم في بيوتين. البيوتين هنا حضرتك له دور فعال، عارف حضرتك التقصيف الضوافر. طبعا. واللون البشره والحاجات اللي زي كده. والشعر طبعا ده الزنك مهم طبعا. البيوتين كمان مهم يا دكتور. طبعا ليهم برضو البيوتين. اذا احنا بنتكلم هنا على منتج متكامل ك قلب مالتي فيت. حتى حضرتك بصي حتى ده احنا كده هنخس بشكل صحي. لا يا دكتور انا بجد عايز اقول لك، شوفي هم حطوا العلبه اللي على اليمين بيستا. أيوة. عشان دي اللي تبتدي بيها. ايوه مظبوط. وحطوا العلبه اللي على الشمال قلب مالتي فيت علشان دي اللي تاخدها بعد الاكل. يبقى انا هنا خسستك بطريقة صحية وامنه باكد على امنه دي يا دكتور. خلي بالك دي مكملات غذائيه. اوكي. حضرتك تقول لنا العرض اخر حاجه عشان لو لسه حد منضم للفقره بتاعتنا، عشان احنا قربنا نختم. انا بقى انا هحط في العرض القلب مالتي فيت كمان، لان علبه القلب مالتي فيت العلبه 30 قرص، وخلي بالك قرص مش كبسوله. أوكي. وده يبقى سهل في الهضم. فهمت. لا هو بالامانه ما عملوا كل حاجه صح والله. 30 قرص ب 100 جنيه. هايل يا دكتور. طبعا احنا بنسمع ارقام فلكيه في الحاجات المستورده وكده. بيستا مع القلب مالتي فيت بنتكلم في 670 جنيه. اوكي. ده يكفوك شهر. شهر. هايل. حاجه مور ايكونوميك على فكره، حاجه اقتصاديه جدا جدا جدا. والله يا دكتور انا يعني سعيده جدا بالعرض اللي حضرتك يعني بتعلن عنه للشركه. بشكر الشركه كمان انه في شركات تستحق التقدير، وانه في كمان احنا بقينا يعني في كنترول اكتر اصبح على طبعا ده مسجل في وزاره موجود الصحة. في الصيدليات يا دكتور. موجود في الصيدليات الكبرى طبعا. تمام. ده كويس جدا. ومسجل في وزاره الصحه. تمام. سواء كان بيستا او قلب مالتي فيت. ايوه تمام. واخد هيئه سلامه الغذاء. يعني احنا بنتكلم عن حاجه صح، حاجه امنه ومظبوطه. انا عايز بس اخر حاجه اقولها. اتفضل. الشركه ما سابتش حاجه. لو احنا بنتكلم على قلب مالتي فيت، احنا بنتكلم على جميع التخصصات معظمها اهو. اوكي. حضرتك مريض السمنه، السمنه نفسها كمرض
ليه علاقه بمعظم الامراض. العض صحيح والخصوبه والنسا تكاثر المبايض مثلا في موضوع النسا. انا نسيت اقول لك في العلم المالتي فيت في حاجه مهمه جدا، فيتامين اي او ه، ده ليه دور فعال في موضوع الخصوبه. هايل هايل يا دكتور والله. انا يعني مش عارفه يعني نفسنا بقى حاجة تبقى معانا، لازم حلقه ثانيه. لا ان شاء الله. انا سعيده قوي بحضرتك لان بتفصل لنا الحاجه كده جميله. ناكل مع بعضينا ونحط بقى ناخد البيستا يعني. احنا ممكن نبتدي الحلقه بان احنا ناخد البيستا ونكمل ان شاء الله. اكيد شرفتنا يا دكتور بجد والله، يعني نورتنا النهارده. ميرسي على ان حضرتك وضحت لنا حاجات كتير قوي بخصوص المنتجين. شكرا. بشكر كل اصدقائنا على حسن المتابعه، ميرسي لحضراتكم جدا. واسمحوا لي طبعا اشكر ضيفي اللي كان منورني ومشرفني معايا في دكتور علاء الدين احمد، اخصائي التغذيه العلاجيه. شكرا جزيلا لحضرتك. واسمحوا لنا يعني الوقت بيعدي بسرعه، من هنا لحلقه جديده اتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده. والسلام عليكم.